مأكب كمايات تحرس هيكتور. واحد كاتب لي في الكومنتات انت مأكب كمايات للكلاب ليه؟ اكيد مش مأكبهم عشان يحرسوهم، انا مأكب الكمايات عشان اطمن على الكلاب وصحة الكلاب، ان انا مثلا حتى لو مسافر في مكان اخلي العمال تطلع الكلاب واشوفهم بيلعبوا قدامي وبيجوا قدامي. انا مأكب كمايات في كل حتة، انا مأكب كمايه هنا، مأكب كمايه هنا، ومأكب كمايه مخصوص لهيكتور. بصوا مأكب كمايه تحرس هيكتور، يعني هو حتى هيكتور بعد ما مات ومتحنط مأكب له كمايه تحرسه، ومأكب بقى جوه كمايات كتير قوي عند بوكسات الكلاب. يعني مأكب عشان بوكسات الكلاب كمان، عشان اشوف الكلب اللي بيطلع والكلب اللي بيخش قدامي والكلاب وهي بتاكل قدامي، مأكب كمايه هنا، ومأكب كمايه هنا، ومأكب كمايه هنا اهي، ومأكب كمايه هنا، ومأكب كمايه بعديها، ومأكب كمايات جوه. ده انا قدام شويه هركب كمايه جوه كوه جوه كل بوكس عشان اطمن على الكلاب نفسها كمان، عشان اطمن على صحتهم. باسم هاند.